تقريبا اسبوعا كاملا. فجروا دكار بالفن السعودي الاصيل. يا سلام. والاساتذه الكبار الذين حضروا من الجامعات السعوديه كذلك القوا هناك محاضرات عن الادب السعودي للتعريف بهذا الوجه الاخر للمملكه العربيه السعوديه. ايوه هذا هو جمال علاقات الشعوب. نعم هكذا. الانسان الافريقي كان يرى المملكه العربيه السعوديه فقط كدوله طبعا غنيه مهبط الوحي فيها الحرمان الشريفان فقط، لكن كان الافريقي يجهل الكثير من الحياه الثقافيه والادبيه والفنيه لهذه البلاد. واستطاع هذا الاسبوع الثقافي صراحه ان يبصر الانسان السنغالي الكثير من هذه الجوانب. جميل. في جدة والمدينة ومكة. ثم بعد ذلك أيضا أستاذ إبراهيم ألقى أو أرسل وزير الثقافة السعودي في ذلك الوقت الأستاذ إياد المدني دعوة لوزير الثقافة السنغالي بأن يأتي فنانون من السنغال كذلك. يا سلام. ومحاضرون لتعريف بثقافة سنغالية في المملكة العربية السعودية في جدة وفي الرياض. هي الدبلوماسية الشعبية إذا. طبعا هذه كانت دبلوماسية شعبية. نعم. وهذا الذي يسميه سنغور الرئيس الأول رئيس للسنغال بعد الاستقلال لو بوسيدا سنغور، تعرفون أنه كان شاعر، كان يقول دائما بأن التلاقح الثقافي هو من أقوى الأسباب التي تربط بين الشعوب. هو أقوى من الدبلوماسية الرسمية. أكيد. التاريخ برضو كمان، التاريخ برضو يعني شفنا كمية من السنغاليين في المدينة في جدة. نعم. في كل مكان. نعم صحيح. وهم استقروا وسكنوا طبعا. هذا طبعا العلاقة بين شعبين ما شاء الله تبارك الله، بحكم انه حدث ولا حرج. السنغال ناس